امرأة ذهبت لمكة لأداء العمرة، وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه، فهل عليها شيء في ذلك؟ وهل عمرتها صحيحة؟ وماذا يلزمها؟ عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء، لأنها مجتهدة، إن أصابت فلا أجران وإن أخطأت فلا أجر. والنقاب إذا لم تخرج العينان، بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عينها، لا بأس به. والمقصود من النهي عن النقاب النقاب الذي ينتقب على حسب العادة، يغطى الوجه ويفتح للعينين، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة. نعم.